والزيتون حماك الله وامر وعيون انكلوا بطرة وانفت ناس قبل الموت عبار الناس انكلوا بطرة وانفت ناس قبل الموت عبار الناس والاسكندر اللامون سوى دي احلى بلد في الكون سوى يا بلدي قد الخير شال يا وطني قلبي كبير المنشية والتكرون سيد الحي متبوامون المنشية والتكرون سيد الحي متبوامون الزفرية بعيد دين اغم معاها الغربيين الزفرية بعيد دين اغم معاها الغربيين سيوا ام سموسي ابدو تاب الحي بن شدود ام سموسي ابدو تاب الحي بن شدود انت زناني وان حداد هو شحايم وانا الحمود انت زناني وان حداد هو شحايم وانا الحمود لازم نرجع زي زمان خف على بعض نعيش في امان سيوا لازم نرجع زي زمان خف على بعض نعيش في امان قدر شيخ وارجع عليه قدر فكر واخضع عليه قدر شيخ وارجع عليه قدر فكر واخضع عليه سيوا هيا سيوا جماني شيك اكر ابد تشل تغسك هيا سيوا جماني شيك اكر ابد تشل تغسك بركم سوق بركم سوق ربي يشاكا بالتوفيق بركم سوق بركم سوق ربي يشاكا بالتوفيق سيوا شالي في قلب الصحراء الغربية وعلى بعد 820 جنوب غرب القاهرة قرب الحدود مع ليبيا أبعد وأجمل الواحات واحات الصحراء الغربية سيوة. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من المجلة السياحية البرنامج الأسبوعي وهذه الحلقة من قلب سيوة من واحة سيوة في الصحراء الغربية. قفزت واحة سيوة أو الأرض الحمراء أو شالي إلى لائحة المزارات السياحية المصرية المهمة في العشرين عام الأخيرة عن جدارة ولكن متأخرة. الكثير من الأسئلة نحملها للمتخصصين في سيوة لمعرفة وضع هذه الواحة الجميلة الخلابة المليئة بالكثير من الآثار والمزارات السياحية عن جدارة خلابة. كثير من الأقاويل والأساطير موجودة في سيوة، البعض يثبتها والبعض يحاول أن ينفيها. العديد والعديد من القصص والأسئلة في هذه الحلقة من المجلة السياحية سنتحدث فيها مع ضيوفنا في سيوة، ونحن في استضافتهم معنا الأستاذ مهدي حويطي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة. أهلا بك أستاذ مهدي، وأيضا نرحب بالدكتور عبد العزيز الدميري مدير عام آثار مطروح وسيوة. أهلا بكم معنا على شاشة النيل الأخبار. يعني أبدأ معك أستاذ مهدي، يعني هذا أول مرة لي أنا شخصيا في سيوة، هذه المزارات الخلابة والسياحة العلاجية والكثير والكثير ما تتميز به سيوة. لماذا لا تتناسب السياحة الوافدة مع كل هذه القدرات والموارد؟ لا، احنا نقدر نقول سيوة أنها جزء هام من مصر. البعد من القاهرة زي ما تقولي يعني مشقة شوية. الواحد يوصل هنا في سيوة بيلاقي مقومات جذب سياحية موجودة كثيرة. صحيح. مثل السياحة التاريخية بتمثل في المعابد والمقابر والشالي وكذا، والسياحة الترفيهية اللي هي موجودة في العيون الطبيعية والاستحمام، وعندنا السياحة العلاجية اللي هي بتمثل في العلاج في الرمال الساخنة لشفاء من الروماتيزم والروماتايد وآلام المفاصل وحاجات كتيرة، وعندنا أهم حاجة برضو السياحة السفاري والمغامرات. عندنا حوالي 200 كيلو متر من الرمال والكثبان العالية اللي بيتمتع السائح بمشاهدتها. صحيح. والتزحلق فيها. طيب، يعني لو تكلمنا عن عدد السياح الوافدين بأرقام، يعني بتقدير كده. والله احنا نقدر نحدد قبل الثورة طبعا كانت السياحة لا بأس بها، يصل عدد السائحين حوالي 20,000 في السنة. بعد الثورة طبعا احنا زي ما عارفين الوضع القطاع السياحي كله طبعا تأثر بالضبط على مستوى مصر كلها. النهاردة يعني لسه السنة دي احنا نقدر نقول هتستعيد قوتها تاني من جديد. نعم. دكتور عبد العزيز، يعني اول دخولنا لواحة سيوة يهيئ للبعض انه عادي، يعني
يعني لماذا هذه الشهرة لسيوة؟ ولكن بعد زيارة المقاصد والمزارات ويحدث الانبهار والتعلق الشديد بكل ما تحمله سيوة من عبق طبعا التاريخ من العصور الرومانية والإغريقية أيضا، يعني تحدثنا بقى بعين الخبير عن أبرز هذه المزارات والأماكن في سيوة. فعلا حضرتك، سيوة محاطة بمساحات شاسعة من الصحراء، فالقادم لها من أي اتجاه بيشعر بملل وطبيعة واحدة، لكن لما يوصل على مشارف الواحة بيشوف بقى حياة تانية وتراث ثقافي أثري غني جدا وسري. وأقدم اثنين يعني لازال التاريخ بيخلدهم، رحلة قمبيز الفارسي لما احتل مصر وجه وصل لغاية الأقصر، ثم سير حملة لكهنة ومعبد أمون في سيوة طبعا. والقصة الشهيرة أنه 5000 أو 50000 جندي ودفنوا في الرمال، دي برضو من القصص القديمة في العصور السحيقة، العصر الفرعوني المتأخر. والإسكندر الأكبر برضو لما جه احتل مصر أو فتح مصر، طبعا ما اكتفاش بمنف، مر على الإسكندرية ثم أتى إلى واحد سيوة عن طريق هذه المسألة. نستوقف هنا عند قصة الإسكندر الأكبر، هل قبره موجود بالفعل أم يعني في دراسات جديدة كشفت حاجة مختلفة؟ حضرتك بالنسبة لقبر الإسكندر طبعا ده إشكالية عالمية أصلا، صحيح. أين هو مقبرة الإسكندر الأكبر؟ ودراسات كثيرة تمت في هذا المجال. وطبعا أخيرا طبعا في مقولة من ديودور بيقول ان اوصى انه يدفن في بجوار ابيه المعبود امون في سيوة. ومن ذلك كثير من الباحثين اعتقد او يزال يعتقد انه مدفون في سيوة، الى ان جاءت في اواخر الثمانينات والتسعينات باحثة يونانية فحفرت في اخذت ترخيص بالعمل في موقع اسمه المعبد الدوري غرب سيوة 20 كيلو، قامت بمواسم حفائر وتنقيب عديدة ثم أعلنت طبعا اكتشاف مقبرة الإسكندر، ولكن هذا الموقع ليس مقبرة الإسكندر لكن هو معبد روماني، لكنه يحمل الكثير من الزخارف اليونانية والرومانية والمصرية، يعني عبارة عن تجميع للحضارات في ذلك. فلذلك من هنا أهمية هذا الموقع وزخارفها خلت الناس تأخذ انطباع أنه كأنه مقبرة الإسكندر، صحيح. ولا زالت الأبحاث جارية. صحيح. نستكمل بقى جولتنا السياحية، ويمكن التي يعني الفتيات أجملوها في ما أنشدوه في بداية الحلقة، أهم المزارات والمقاصد في سيوة. أهم المزارات طبعا في سيوة لازم مزارين اسمه معبد الوحي ومعبد وحي أمون في أغرمي، ده موجود مشيد على تبة وهضبة مشرفة على كل الواحة، وده المعبد اللي فيه المعبود المصري أمون، وفي اليوناني بيقول عليه زيوس، وفي الروماني بيتقال عليه جوبيتر. وكان له شهرة عالمية على مستوى العالم في العالم القديم، كان أحد 3 أهم مراكز في العالم القديم للوحي والاستلهام، استلهام الوحي والاستفسار منه، فلذلك جاء الإسكندر في هذه الرحلة. ثم المزار الذي يليه في الأهمية والأهمية مقابر جبل الموتى، المقابر الملونة في جبل الموتى، مقابر ملونة لا زالت تحتفظ بنقوشها الزاهية، صحيح. ورسوماتها وكتاباتها الهيروغليفية إلى تاريخ اليوم، وتعتبر من أحسن وأجمل المقابر الملونة موجودة في الصحراء الغربية إلى تاريخ اللحظة. سنستكمل يعني على مدار الحلقة سنستكمل الكثير من المزارات. أستاذ مهدي، يعني نحن نتحدث يمكن هي قضية يعني ذات وجهين، نتكلم فكرة الترويج للسياحة وزيادة السياح في سيوة، ولكن لعل ما يميز سيوة بالأخص العادات والتقاليد والتراث الخاص بأهل سيوة، ثقافتهم لغتهم كل شيء، هل هناك مخاوف من أن يتم طمس هذه الهوية في وقت من الأوقات، أم كيف يتم التوثيق والحفاظ على الهوية مع عرضها على العالم وعلى الزائرين دون تأثر بهم لكن فقط التأثير فيهم؟ احنا نعرف أن سيوة طبعا تبعد من القاهرة حوالي 120 كيلو، وسيوة كانت معزولة تماما، كانت جزيرة في وسط الصحراء لحد سنة 1980. سنة 1980 كان بداية رصف طريق لسيوة، يعتبر جسر لدخول الواحة.
من اللحظه ديت بعض التقاليد والعادات بدات تندثر مع دخول الاغراب ودخول الاتوبيسات والتليفونات والحضاره والتلفزيون. بس اخيرا الخمس سنين الاخرانيه حست الاهالي ان العادات والتقاليد القديمه لازم نرجع لها، والمشغولات اليدويه الاصليه اللي كانت تستعمل للافراح والمناسبات السعيده بدات الناس تسترجع لها تاني. طب دكتور عبد العزيز، تحدثنا عن اهم المزارات والمقاصد التي يعرفها اهل سيوة وفخورين بها وياتي السائحين لزيارتها، ولكن ما اهم المعالم التي يعني لها شهرة عالمية إذا جاز القول، يعني الناس بيجوا عشان يشوفوا ده في سيوة، مش بس بيجوا سيوة ويكتشفوا اللي موجود فيها؟ بيجوا بيكتشفوا أهم موقع وقف فيه الإسكندر الأكبر. عشان جاي من اليونان فاتح تركيا والشام ومصر، يعني في منف، ثم ما اكتفاش بذلك لغاية لما وصل سيوة. فكل الناس قال السائح جاي أنا عاوز أهم حاجة أوصل مطرح ما او موقع ما وصل اليه الاسكندر، الا وهو في معبد الوحي. الموقع الثاني زي ما قلنا جبل الموتى، ثم هناك معابد اخرى كثيره متراميه في اطراف الواحه زي المعبد الدوري، زي معبد قصر الغشام في قريش في ابو شروف، وزي اشاري القديمه. اشاري القديمه دي جاز القول العصر العصور الوسطى، في العصور لان انشئت في القرن الثاني عشر للثالث عشر الميلادي. فطبعا دي برضو عباره عن نموذج وطراز معماري فريد متنوع عن وادي النيل. ليه بقى؟ عشان ده موضوع حاجه في الصحراء، مواد بيئيه مختلفه في البناء، واسلوب مختلف في البناء، واسلوب مختلف في التحصين برضو، عشان بنين في على هضبه ولها اسوار خارجيه ولها سيستم او نظام اداره معتمده ذاتيا. صحيح. أستاذ مهدي، يمكن بنشهد وإحنا في المكان الذي يشهد فعاليات المهرجان الأول لتمور المصرية بسيوة، يعني تحدثنا في بداية الحلقة عن أنواع مختلفة للسياحة في سيوة، السياحة العلاجية والسياحة الثقافية. هل يمكن أن تنضم إلى هذه أنواع السياحة، سياحة المهرجانات والمؤتمرات؟ أكيد أكيد، معروفة سياحة المهرجانات دي من أهم السياحات في مصر. وهذا المؤتمر، مؤتمر التمور الأول في واحد سيوة، يعتبر حاجة فريدة من نوعها. يعني شفنا بالأمس التراث المعروض على مدخل المركز، حاجة مشرفة جدا، وعادات وتقاليد وطرق صوفية وتتعمل وفنون شعبية. يعني المقومات، مقومات في جذب سياحة جديدة موجودة هتخش البلد. يعني ماذا ينقصها؟ ممتازة جدا والله، لا ينقصها غير التنظيم بس. يعني كانت طريقة المدخل كانت تنقصها بعد التنظيم، أما العرض كان أسلوب ممتاز جدا. لا في العموم، مش بس في المهرجان الذي شاهدناه. بالنسبة لسيوة احنا ما نقدرش نقول في أي عيوب أو أي ثغرات. سيوة جميلة جدا، جوها المعتدل شتاء، والمناطق السياحية الموجودة والطبيعة والعيون والبحيرات والجبال. يعني سيوة بصراحة المفروض هيبقى في اعلام اكتر من كده، على اساس انه اللي موجودين في القاهره واسكندريه والمناطق ما يعرفوش في سيوة ديت. فزي ما حضراتكم جيتوا، والمهرجان اللي اتعمل هنا هيعرف جميع اهالي جمهوريه مصر العربيه انه في واحه بقعه جميله جدا في وسط الصحراء، فيها ناس لهم عادات وتقاليد ولغه مختلفه عن اللغه العربيه يتحدثون بها من قديم الازل، وتراث متوارث، يعني حاجه فريده من نوعها. صحيح. دكتور عبد العزيز، وانت مدير عام اثار مطروح وسيوة، يعني مع انتشار العيون الطبيعيه والابار وكذا في سيوة، هل هناك اي مخاطر على الاثار الموجوده في تدفق هذه العيون او هذه المياه؟ حضرتك، العيون الطبيعيه وجدت قبل وجود الاثار، لان هي اساس المياه، اساس تواجد الانسان، والانسان اللي هو بيبني ايه المعمار او الحضاره اصلا. فمعظم المواقع الاثريه الموجوده في سيوة موجوده على كان الانسان من قديم الزمن منتبه لهذه الجزئيه. معظمها موجوده، معظمها مش كلها طبعا، موجوده في هضاب او تباب مرتفعه، عاملين حساب انه ايه ممكن يكون في تاثير المياه الجوفيه. ولكن هناك برنامج كبير الدوله ترعاه لخفض منسوب المياه الجوفيه على عموم الواحه. لا نستطيع خفض منسوب المياه على المواقع الأثرية وحدها فقط، لابد من خفضه على مستوى الواحة، عشان ايه كلها زي نظرية أول مسطرة كلها مربوطة في بعض. لكن لجهود الدولة إلى حد ما مثمرة،
ونأمل في الاستمرار بها من قبل الجهات المعنية والوزارات المختصة بهذا الموضوع. أكيد، لأنها قضية جد هامة. طب أستاذ مهدي، ونحن نتحدث عن المقومات التي تملكها سيوة وبدأت تخطو خطاها يعني في 20 سنة الأخيرة على خريطة المزارات السياحية، مسألة الترويج السياحي لسيوة، ما هي الخطوات؟ ماذا ينقص هذه الخطوات وأين وصلت؟ الحقيقة هيئة تنشيط السياحة يعني لا تبخل بشيء من طبع نشرات سياحية عن سيوة أو تصوير بوستر سياحي عن أهم المناظر الطبيعية في سيوة وتوزيعهم على مستوى الدولي والداخلي. يعني النهاردة في أكثر من 32 مكتب على مستوى العالم بيروجوا على لمصر، فهم عندهم نشرات سياحيه وصور وكذا، فالهيئه لا زالت لحد النهارده بتروج. ومكتب استعلامات موجود في قلب الواحه، مش عارف حضرتك شفتيه ولا لا، يعني ده مكتب استعلامات كل سائح بينقص له شيء، خريطه سياحيه، بامفلت، اي معلومه يجي يتناولها من عندنا. طيب دكتور عبد العزيز الدميري، مدير عام اثار مطروح وسيوة، يعني متوجه ليك بشكر كل المعلومات التي تفضلت بها، وايضا الشكر موصول لك استاذ مهدي حويطي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة، شكرا جزيلا لكما ولكل ما تفضلت به من معلومات. وكل التوفيق، عام سعيد ان شاء الله. شكرا جزيلا. مستمرون معكم في هذه الحلقة، وطبعا نتكلم عن التراث السيوي والصناعات الحرفية الدقيقة التي تميز بها سيوة، وخاصة قرية ربما تبعد عن سيوة وهي قرية أم الصغير، ولكن شهرتها كبيرة جدا على رغم صغر حجمها. نتعرف على هذه القرية أكثر، عن سكانها، عن حرفهم وعن تراثهم، مع عمرو عبد المجيد. عمرو، ماذا لديك؟ زي ما احنا سامعين حضراتكم شايفين معانا في المدينه الرائعه دي، في مدينه سيوة اللي فعلا يعني جمالها خلاب، وكل من يقع وكل من يزور هذا المكان بيقع في حبه مباشره نظرا لمكانتها الكبيره جدا في مجال السياحه، في الطبيعه المبهره، الطبيعه الخلابه، السياحه اللي موجوده في كل مكان، السياحه الفرعونيه، عدد من الاماكن موجوده لها ضريبه في جذورها في عمق التاريخ، زي مثلا جبل الموت الموجود ورانا مباشرة. طبعا الجبل ده كان بيدفن فيه بعض الفراعنة، وفي 4 مقابر موجودة حتى الآن خالدة لتحمل هذا التاريخ الفرعوني الكبير، وما زال أيضا هناك لهذا المكان على وجه التحديد قصص تاريخية كثيرة جدا حتى نستغل في الحرب العالمية الثانية كمخبأ للروس في هذا المكان، وتم إجلاء بعض المومياءات الخاصة بهم والاختباء كمكان أمين وحصن أمين لهم. لكن أيضا الحاضر له مجال كبير وله أيضا باع طويل وله أيضا مستقبل واعد، فالنخلة تحتل مكانة كبيرة جدا جدا في واحد سيوة وفي كل مكان، لا يترك أي شيء من النخلة إلا ومستغل بكل الطرق الممكنة. واحد طبعا من أهم الصناعات اللي بتقوم عليها واحد سيوة أو لها مكانة كبيرة في كل مكان، وهي طبعا صناعة الجريد، وهو الذي يخرج من بعض أيضا المنتجات الخاصة بالتمور، المنتجات الخاصة باستغلال حتى النخيل في صناعة الأثاث، أيضا بنستغل أيضا هذا المنتج في قرية معروفة جدا، قرية أم الصغير، بتبعد بعض بضع الكيلومترات عن المقر الرئيسي، عن واحد سيوة. هنتعرف أكثر طبعا على الصناعة دي، مع زي ما احنا شايفين الصناعات من كل الصغار وحتى الكبار في السن يمتهنون هذه المهنة منذ زمن طويل جدا، أبرز الصناعات حتى باللغة السوية المعمورة وغيرها كمان. ياريت نتعرف منك على الصناعات دي وكيف من البداية حتى النهاية تقوم ازاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحاجة الموجودة حضرتك أمامك دي اسمها معمورة، وده اسمها أقروش، وفي عدة مشغولات زي الأفة بنقول عليها تعدلت بلهجتنا، اللي أكبر منها الفرخ. دول يعني عبارة عن أواني لتسميد الجناين أو عشان تروح بهم الثمار من الغيط إلى المصانع أو إلى التاجر. أغلبية ما حصلنا هنا في سيوة النخل والزيتون، البلح والزيتون. البلح بجميع أنواعه، في حاجة بنسموها صعيدي وفي حاجة بنسميها فريحي، فريحي ناشف بس لذيذ جدا،
وفي حاجات زي اللي تقول عليها فاكهة مثلا نوع اسمه تطقت ونوع اسمه شكنجبيل. كلام حضرتك بتقوله ده كله باللغة الأمازيغية، يعني الصعيدي احنا عارفين البلح الصعيدي، لكن المعمورة ده باللغة اللغة الأمازيغية مرجونة. انت معمورة بلهجتنا احنا، انما هي مرجونة. لكن احنا بنقول عليها ايه؟ معمورة. انت قلت لي دي اسمها ايه حق؟ قروش. قروش ده عدة انواع منه، اللي قدامك ده عشان تطلع به السوق تتسوق به، مثلا كيلو طماطم على كيلو جزر على مش عارف ايه على بطاطس على 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 حاجة زي التانية دي. دي عشان تتنقي بلح للبيت مش للبلح للاستخدام الشخصي في البيت. في البيت تمام. وبعدين يعني البلح ده سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول اللي فطر بسبع تمرات لا يصبه لا سم ولا سحر في يومه. طبعا سبحان الله. خليني بس انتقل لحد تاني، احنا شايفين الشغل اليدوي معانا هم يعني على الهواء مباشره، زي ما احنا شايفين الاستخدامات من كل الاعمار، زي ما احنا ما قلنا هنتعرف على حد جديد والصناعه اللي بيقوم بيها. اسمك ايه؟ احمد عثمان محمد. عم احمد، ايه اللي انت بتصنعه ده؟ البدايه من الاول لحد ما توصل للمنتج ده الشكل بيكون ازاي؟ يعني طبعا من الخوص، يعني احنا بنقول له تيزين، بعد كده ادري يعني زي اللي هناك، بعد كده يتخيط من القاطي اهو زي ده قوي، بعد ما يتخيط يبقى تقرشت. دي تقرشت، تقرشت ده اكبر من قروش واصغر من تعدلت، عشان تنقية الزيتون والبلح في الغيط. طبعا لما تملاها تحطها في الجفة الكبيرة. طيب ماشي، احنا لو كلنا كل الحاجات دي عرفنا الصناعات، هناخد بس حد جنبي بسرعه وفي عجاله، ده انت ده بتجيبه منين؟ يعني ده في الاول بتجيب منين وايه الصناعه بتاعته؟ بتجيب من النخله. ده بتجيب النخله بس في كذا انواع، في انواع بيبقى شديد عشان تخيط فيه عشان ما ينقطعش. ده بتقطع في الاول عشان تخزن بيه. ده تخيط فيها. فدي هي في البدايه بقى ايه؟ في اخرها تبقى زي دي في البدايه. ممكن تبقى ايه؟ هاي بيوصل. ايوه متسلسل ويستمر. ايوه انا بس عايز اقول لك، انت يعني دخلكوا من الموضوع ده شهرين بيقدر بقد ايه؟ شهريه؟ الدخل بتاعته بتكسبوه في الشهر تقريبا. والله يعني على حسب الزباين بقى. يعني في ساعات في الزباين تبقى كتيره وفي لا تبقى قليلين. طيب يعني مشاهدينا الكرام، ده كان ملمح من اللي احنا شايفينه ومن الصناعات الموجوده والاستغلال في كل مكان الخاص بالنخله، من البلح للجريد حتى جذع النخل لما بتموت بيستغل ايضا في صناعه الاثاث، وزي ما احنا شايفين الاستخدامات المتعدده في كل مكان واستغلال النخله بكل اجزائها باعتبارها طبعا مورد رزق رئيسي واعتبار صفه وسامه مميزه لاهالي سيوة، اللي طبعا بيتميزوا بالطيبه الشديده والكرم الزائد اللي احنا شفناه عندهم، واحنا حبينا ان احنا نطلع حتى بملمح يعني يصير بعض الشيء ان احنا نظهر بيه على الهواء مباشرة. ده طبعا ده كان نقلة لبعض منتجات قرية ام الصغير اللي بتبعد منذ قليل او بتبعد قليلا جدا عن المدينة الرئيسية هي واحد سيوة. هتحول من جديد لزميلتي مي صالح، واكيد معاها حوار هيكون اكثر معرفة واكثر تعمق لهذه الواحة الجميلة، البقعة الغالية علينا من بقاع مصر، بنحاول ننقل فيها نبض الناس اللي احنا مش عارفينهم او حتى بنجهل بعض الحاجات الخاصة والعادات التقليد الخاصة بيهم. هتحول لمي من جديد، تفضل يا مي. اهلا بكم من جديد، شكرا ليك عمرو ولضيوفك ومستمرين معكم في هذه الحلقه من المجله السياحيه من سيوة، والحديث يتواصل من الحرف اليدويه والتراثيه، عن الحديث عن العادات والتقاليد في هذا المكان. يعني ورحب في هذا الحوار للتعرف اكثر واكثر عن قرب من سكان سيوة وعاداتهم وتقاليدهم، معي الاستاذ يوسف ابراهيم
ابراهيم وهو فنان تشكيلي بواحد سيوة. اهلا بك استاذ يوسف. يا اهلا بيكم استاذه مي، واهلا بقناه النيل الاخباريه ونورت سيوة. يا اهلا بيك. واهلا بك استاذ محمد باغي، وانت المدير التنفيذي لجمعيه ابناء سيوة. اهلا بكما معنا. اهلا بحضراتكم يعني ومنورين الدنيا. يعني حوار يعني ربنا يخليكم. يعني دعنا نقول اصلا بدايه يعني نقاء الجو وصفاؤه يعني منعكس على وجوه وقلوب سكان هذا المكان، ده اول انطباع الواحد بياخده وبيترسخ بالتعامل بعد كده. يعني هو هيبقى حوار مليء بالشغف والاستكشاف اكثر واكثر. دعنا نبدا معك استاذ محمد، يعني ابرز العادات والتقاليد. طبعا هنتكلم عن اللغه وتعرفنا اكثر وتعرف المشاهد بهذه البقعه الجميله من مصر، العادات اللغه والثقافه وابرز العادات والتقاليد التي تميز هذه المنطقه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا في سيوة الحمد لله يعني عادات وتقاليد متأصلة وجميلة ومحتفظين بيها إلى حد كبير، وإن كان يعني في شوية تغيرات، لكن نقدر نقول إن إلى حد كبير احتفظنا بأجمل العادات والحاجات اللي بنتميز بيها. يعني الحقيقة طبعا احنا لو هنتكلم عن عادات وتقاليد نقدر نقول اللي هي العادات المتبعة في المناسبات، في الأفراح وفي مثلا في السبوع وفي مناسبات الحج وحتى الوفاة. طبعا في عادات كانت موجودة زمان نقدر نقول إنها إلى الآن موجودة ومحتفظين بها. في عادات طبعا مع الزمن والتغير واختلاط المجتمعات والثقافات حصل شوية، ويمكن مواكبة للزمن كمان. تمام. وهي يعني أنا بقول إن في عادات كتير ممكن لمصلحتنا إنها إنها تندثر، وإن كان في بعض منها بنأمل إنه يستمر. يعني احنا بالنسبه لنا في جمعيه ابناء سيوه يمكن ده جزء من نشاطنا، الحفاظ على التراث وتشجيع المشغولات اليدويه باعتبار انها من ضمن الحاجات اللي بتميز الواحد. صحيح. استاذ يوسف، يعني وانت فنان تشكيلي، هو الحقيقه المكان كله يبعث على ان واحد يبدع ويفن زي ما بيقولوا. يعني تحدثنا اكتر عن اعمالك وعن وجودك هنا في الواحه، وعرفت كمان منك قبل الهواء انه ونحن موجودين في فعاليات مهرجان التمور الاول للتمور المصريه، انك ليك برضو مشارك بشكل او باخر في هذا المهرجان، تكلمنا اكتر عن الموضوع ده. نعم، بالنسبة فعلا المكان في واحة سيوة ملهم جدا وجميل جدا. واحة سيوة فيها تناغم كبير جدا ما بين الألوان والأشكال والخضرة والمياه وبحر الرمال، النخيل، الهضاب، التلال، ده كله بيدي تناغم بشكل جميل جدا. السماء الصافية، النجوم المتلألئة بالليل، ده كله بيضفي جمال لواحة سيوة، وده اللي يمكن بيخلي الزوار ان هم يحبوا يجوا يزوروا سيوة، سواء في الداخل كعادات وتقاليد او يمكن الاشياء المميزه كواحه في واحة سيوة، او تراثي كمان. نعم. او هم بيحبوا المغامره في الصحراء. ده بالنسبه للطبع الجمالي في واحة سيوة. بالنسبه للمهرجان، المهرجان ده يعتبر اول مهرجان، المهرجان الاول باذن الله هيتكرر السنوات القادمه. يمكن ساهمت فيه ازاي ان احنا ندي الطابع البيئي او الطابع اللي هو الزائر لما يخش على المكان يحس ان هو فعلا في الواحة، الدنيا ما تغيرتش. يمكن هتلاحظي البارتيشنات مثلا معمولة بالجريد بتاع زحف النخل. صحيح. حاولنا نتلاشى الالمونتال والازاز والحاجات اللي هو نموذج مصغر لسيوة. نعم. فده بيدي انطباع جميل جدا ان انا لسه في واحة. فحاولنا ندي اللمسة بتاعت الواحة في المهرجان. بالنسبة للأعمال بتاعتي، أنا بشتغل لوحات فنية سواء زيت أو فحم أو حفر أو وكمان بنشتغل فضيات سيوة المنقرضة، لو حضرتك عندك خلفية عنها تاريخها إن هي كانت تنقرض. فيمكن أنا والأستاذ محمد من أول الناس اللي خرجنا ورحنا خان الخليلي، اتدربنا إزاي نتدرب على صياغة الفضة تاني، وبدأنا ننفذها ونطبقها تاني هنا، ودربنا مجموعة شباب وفتيات لحد ما الانتاج انطلق واشتغل تاني في واحد سيوة. طب ونحن نتحدث بقى عن العادات والتقاليد والتراث وكذا، هل في جمعية أبناء سينا يعني سيوة عفوا نتحدث عن يعني وسائل توثيق التراث والحفاظ عليه كمان للأجيال القادمة؟ هو طبعا في مشروع من الاتحاد الأوروبي ابتدى في عام 2009، ابتدى يتدخل في موضوع توثيق التراث،
فكان من ثمار المشروع ان احنا انتجنا، طلعنا بمركز توثيق التراث اللي هو شغال دلوقتي، اللي هي القائمة بإدارته جمعية أبناء سيوة. فمهمة المركز هي من اسمه مركز سيوة لتوثيق التراث الحضاري والطبيعي. مهمة المركز هو توثيق التراث المادي واللامادي، المادي المتمثل في المشغولات اليدوية، واللامادي اللي هو العادات والتقاليد المتبعة في المجتمع السيوي. فيمكن احنا عملنا ان شاء الله هتنورونا وتشوفوا المركز باذن الله، ده اكيد يعني. احنا عملنا زي مقاطع افلام وثائقيه عن التراث السيوي وعن العادات والتقاليد وعن المزارات الهامه، بالاضافه الى كتيبات عملناها برضو عن الادب الشعبي. فقط للخارج استاذ محمد ولا كمان للداخل الاجيال الصغيره؟ بالعكس، احنا يمكن بنهتم جدا بالداخل، على اعتبار ان عايزين نعرفهم على مكان بتاعهم يعني. سيوة دي قطعه من مصر، فلازم يتعرفوا عليها ويعرفوها. احنا بنهتم جدا بالسياحه الداخليه. سنعود لهذه النقطه الهامه جدا اللي اشرت ليها دلوقتي، ولكن دعنا نذهب الى هذا المقطع من حوار اجرته قناه النيل الأخبار مع السيد علاء أبو زيد محافظ مطروح، وكان هو في افتتاح مهرجان التمور الأول بالأمس. نتابع جزء من هذا الحوار مع سيادة المحافظ. مرسى مطروح، لو تطلعنا عن تلك المشاريع. مظبوط، ده برضو دي حزمة مشروعات من ضمن المؤتمر الاقتصادي. دي مشروعات كلها بصراحة مستثمرين مصريين بالكامل، 19 مشروع، 15 منهم سياحي، 4 منهم صناعي للملح وللمية. ان شاء الله دول داخلين برضو من ضمن حزمة المشروعات اللي داخل المؤتمر الاقتصادي. دي كانت بقيمة 20 مليار يعني، وتتجاوز 20 مليار قيمتهم. العشر مشروعات اللي وقعتهم مع الجانب الاماراتي امس واول امس يعني ان شاء الله يتجاوزوا العشرة مليار دولار ان شاء الله. انا بستهدف ان شاء الله اتوقع ان انا اتجاوز 80 مليار دولار بالحجم الاستثمارات اللي انا شايفها امامي وحجمه. وده برضو بقى لسه ما حققتش كل حاجه، لكن اعتقد ان انا يعني لو عملنا ده يبقى ان شاء الله مطروح ستكون قاطره التنميه لمصر ان شاء الله. ايضا فندم السياحيه، هناك الكثير من الاماكن السياحيه وخاصه في سيوة نحن تجولنا فيها منذ امس، وهي ساحره الجمال. لكن هناك سياده المحافظ نقطه هامه، وهي للسائح المحلي والسائح الدولي، وهي المواصلات. يعني هل تحتاج سيوة الى مطار بالفعل؟ الموضوع مواصلات طبعا مشكله، انا عارفها كويس. احنا بندعم محافظه مطروح العاصمه، بتدعم سيوة حاليا بعدد 2 اتوبيس غير اتوبيسات غرب الدلتا للنقل. ولكن انا فاهم وجهة النظر الاجنبية او السائح الاجنبي، هو عايز طيارة تنزل بيه سيوة علشان يقلل، او عاوز ميناء تقرب له المسافة. فده الاثنين دول في الاجندة والتخطيط الجديد لسيوة تحديدا. لكن احنا موضوع عرض وطلب. انا بيجي لي على في السابق يعني او لغايه دلوقتي بيجي لي 10,000 سائح سنويا لسيوة فقط. الجانب الكوري عمل دراسات على هذا الكلام وقال ان هم يعني مستهدف يزود العشرة دول يضربهم في 5 بعد ما يعمل منتجع الطب الصحي العالمي ان شاء الله، مستهدف بعد المؤتمر الاقتصادي نشتغل فيه، ومحطه معالجه الصرف الصحي باعلى تقنيات اجنبيه هتعمل في سيوة. التطوير ده هيخلق جذب اكتر لفرص السائحين وفرص التردد على سيوة، وهنا هيبقى يخلق ايجاد يعني وسائل اخرى للمواصلات اللي بتكلم عليها. مطار سيوة الحربي بيشتغل في بعض الاحيان مدني وبيستقبل حالات مدنيه، ولكن حسب العرض والطلب. فانا ما عنديش طلب يسمح لي ان انا اشغله او يطلب ان احنا نشغله مدني. لو بالذكر بهذه النقطة، لكن هناك أيضا نحن نحتاج إلى مزيد من الترويج السياحي لمرسى مطروح عامة وخاصة واحد سيوة، وهذا سينعكس بالتأكيد على الضغط من السائح الأجنبي والمحلي لإنشاء تلك المنشآت التي تسهل عملية السياحة وتروج لها. ده كلام مظبوط، بس ده دور الإعلام معايا برضو. يعني أنت يعني أنا محافظة ليها خطة، بس العدل الإعلام يساعدني. يعني برضو دور الإعلام لازم هو اللي يعني يساعد، وطبعا وزاره السياحه معنيه بهذا الملف. لكن انا يعني في حاجات بتتحرك فيها المحافظه، وفي حاجات بتتحرك فيها اجهزه الدوله.
لكن يا فندم انت يعني هنا سيادتك باعتبارك رئيس جمهوريه المحافظه، يعني حضرتك يعني تؤتي الاشاره وبالتاكيد الكل سيتبعك مباشره. حاضر، حدي الاشاره. حاضر. اهلا بكم من جديد ومتواصلين في الحديث مع ابناء سيوة الواحة الابعد ولكن الاجمل من واحات الصحراء الغربية، واجدد التحية بك استاذ محمد الباغي استاذ يوسف ابراهيم. يعني كنا نتحدث قبل هذا اللقاء عن الذي اذعناه للمحافظ محافظ مطروح عن علاقة سيوة، يعني سيوة هي جزء من مصر، ولكن دعنا نتحدث يعني اول ما احنا جينا ده كان اول انا اول مرة اجي المكان ده، انه واحد حس ايه، وخصوصا لما رحنا في طناس من اماكن الخلابة جدا فتنص. وهي اسمها متهيئة الجزيرة الساحرة او سحر الخيال، حاجة يعني معبرة تماما عن ما يشعر به الواحد لما بيروح. واحة الغروب اللي استلهم منها بهاء طاهر الرواية. صحيح صحيح. يعني واحد يقول يحس ان هو يا راح بره مصر بالجانب الايجابي للمعنى الايجابي للجمله، ولكن ليها معنى كده بيوجع شويه، يعني هو فكره علاقه سيوه بمصر، ما احنا في مصر فعلا. يعني انتوا ازاي بتشوفوا ده، يعني العلاقه بباقي المحافظات، وهل البعد المكاني ليه اي ابعاد اخرى، وهل ده تغير مثلا عن سنوات سابقه عن دلوقتي، خصوصا مع وجود مثلا الاهتمام بالطرق والاهتمام بالتواصل والتنشيط السياحي؟ شايفين الموضوع ده ازاي انتوا كابناء سيوه؟ هو طبعا حضرتك زي ما اشرتي ان المعنى موجع شويه ان تكون الواحه بعيده، لكن هي احنا بنامل انها تكون قريبه من قلوب الناس، يعني قلوب المصريين، وده حاجه بنسعى اليها. يعني بالاضافه الى ان احنا عايزين نكسر الحواجز ان شاء الله، يعني بيكو بالاعلام، يعني يمكن محتاجين مزيد من التعريف عن سيوة وعن عادتها ومجتمعها الاجتماعي. على فكره ممكن في فكره مغلوطه ان المجتمع منغلق، اجتماعي جدا ورحب وبيرحب بالناس المتوافدين اليه، واحنا يمكن مش بس كجمعيه، يمكن شعب سيوة كله بيأمل ان سيوة تتعرف اكتر ويتوافد اليها الناس اكتر. اكيد. لكن نقدر نقول ان بعد المسافه يعني اضفى ميزه كده هامشيه، انها احتفظت بحاجات كتير، يمكن دخول المدنيه وكثره التعامل مع الثقافات الاخرى يمكن بيأثر شويه على بيقوم شويه طمس هويه اي مكان. بالظبط. بيغير فكر او ثقافه المجتمع. صحيح. لكن الى حد كبير زي ما اشرنا قبل كده انها محتفظه بعادتها وتقاليدها، بس بالشكل الايجابي اللي هو بعدم الانغلاق، لكن الحفاظ مع مواكبه العصر. مجتمع اجتماعي جدا زي ما قلنا، وبنتمنى يعني التوافد، وبنرحب بكل الزائرين، وعايزين نعرف الناس كلهم سيوة دي بتراثها بجمالها بثقافتها بعادتها وتقاليدها بكل ما تملك، يعني على حسب ما اطلق عليها لؤلؤة الصحراء. يعني اكيد يعني مش هنقدر ان احنا نغطي كل المناحي الحياة، خصوصا الناحية الاجتماعية، ولكن يعني نتحدث، خلينا نتحدث كده بشكل يعني نختار موضوعات يمكن في تساؤلات عنها. مثلا وضع المرأة في سيوة، اين المرأة في سيوة؟ هل هي في المنزل فقط ام موجوده في مراحل التعليم اللي هنتحدث عنه ايضا؟ تعمل لا تعمل، جزء طبعا عادات وتقاليد، ولكن زي ما قلنا في مواكبه للعصر والدنيا بتتغير، فموقع او دور كمان المراه في المجتمع السيوي. طيب يمكن حضرتك اول ما تدخلي سيوه لو بصيتي للمراه بالزي بتاعها المعروف، اللي هيشوفها هيحكم عليها بالانغلاق والرجعية او ان هم مظلومين وكده. المرأة السوية مملكة كاملة، ليهم حياتهم المستقلة، بيشاركوا في الاقتصاد السيوي. يمكن المرأة اللي ما الناس ما تعرفوش ان المرأة السوية بتشارك الزوج والبنات في لجمع المحاصيل، بل المرأة بتشارك في دلوقتي في كان عندهم المشغولات اليدوية المشهورة والجميلة، عندهم إنتاج عالي الدقة والجودة والجمال، يمكن من خلال تدريبات مستمرة المستوى بتاعهم ارتفع. زي ما قلت لحضرتك كمان بالنسبة أنا بتكلم على جزئية الاقتصاد، زي إن هي بتشارك في الاقتصاد. يمكن التدريب بتاع الفضة الأخير كان في فتيات دلوقتي بينتجوا مشغولات فضية. يعني ليهم دور وبينزلوا ولا يمنعوا جدا جدا، وعندهم العلاقات الاجتماعية قوية جدا، زيارات، بيطلعوا رحلات مع بعضهم يوم كامل، بيحتفلوا بياكلوا بيشربوا. لكن
كله بيندرج تحت عادات وتقاليد معينه. اكيد زي ما تكلم بنو في عادات وتقاليد ولكن مواكبه للعصر. هي يعني الاسئله كثيره ويعني الحوار عايز يمتد ساعات وساعات، ولكن عذرا لضيق الوقت ولكن فتحنا للمشاهد. تفضل. اي نعم احنا تعبنا قوي قبل المهرجان، لكن بكل هذا الجمال والحضور وحضراتكم شرفتونا وجميع الناس، حاب اشكر وزاره الصناعه على الجانب الاماراتي، محافظه مطروح، شباب سيوة اللي كافح جدا بشكل تطوعي، ده اقدم له تحيه وتقدير ان هو ينجح مهرجان في بلده. صحيح. شكرا للجميع. يعني شكرا ليكم وشكرا لحسن الضيافه، ويمكن احنا زي ما قلت فتحنا للمشاهد كده نافذه صغيره، بقى هو بقى يبقى عنده الفضول للمعرفه اكثر. احنا فتحنا له بس اول الطريق، واكيد الكثير والكثير المعرفه عن سيوة من ناحيه اجتماعيه وثقافيه وكثير جدا. شكرا لك استاذ محمد باغي المدير التنفيذي لجمعيه ابناء سيوة، والشكر موصول لك استاذ يوسف ابراهيم وانت فنان تشكيلي بالواحه. شكرا لكم جميعا. شكرا. نترككم مشاهدينا مع هذه الفقرة مع الفولكلور والفنون الشعبية السيوية، يقدمها الأطفال بالزي التقليدي من سيوة. نتابع.